Good morning my dear pupils السلام عليكم تلاميذنا اعزائي تلاميذ الصف الخامس الابتدائي open your books on page افتحوا كتبكم على صفحه 74 صفحه 74 my dear pupils unit 6 lesson 1 my dear pupils شوفون the title at the top of this page عنوان موجود في اعلى الصفحه اللي هو in the capital city in the capital city العاصمه موجود في العاصمه my dear pupils وانطيني my dear pupils لوك لسن اصغي لوك انظر انت سي وقل شوفوا ماي دير هذا موجود عندي البيكري الخباز هذا توي شوب محل الالعاب للاطفال هاي فيرمسي الصيدليه ماي دير هذا بنك المصرف اللي انت تصرف منه النقود مالك هاي فروت اند فيجيتابل ستول محل لبيع الخضروات والفواكه ماي دير فواكه هنا بوتشرز القصاب هنا كلودس شوب محل لبيع الملابس وهنا شو شوب اجلكم الله محل لبيع الاهدي ماي دير Hi, I live in the city. أنا أعيش في المدينة. I like the shops. أنا أحب هذه المحلات الموجودة عندي. ما يدري بيه هنا يقول لي. ماتش أربط the words. الكلمات to the pictures. إلى الصور. راي ذا numbers. وأكتب الأرقام. هنا مطيني أسماء اسم كل صورة ما يدري أخلي النمبر مال رقم الصورة موجود هنا ما يدير بيوبرز، هنا تحت الصورة أكتب اسمها ما يدير بيوبرز، أجي هنا ببقى. كلوذز شوب كلوذز شوب محل لبيع الملابس ما يدري بمص محل لبيع الملابس اللي هو قد نمبر ماله نمبر ماله صفر كلوذز شوب بوتشرز بوتشرز قصاب بوتشرز قصاب نمبر 6 بوتشرز شو شوب شو شوب اجمكم الله هذا محل الاحذية نمبر 8 شو شوب فيرمسي فيرمسي صيدلية فيرمسي fruit and vegetable stool محل لبيع الخضار والفواكه نمبر 5 بنك هذا البنك لتصريف النقود نمبر 4 توي شوب محل لبيع الالعاب توي نمبر 2 بيكري بيكري الخباز هذا بيكري هذا البيكري ما ادري تخلي رقم كل صوره يم اسمها ما وايضا تكتب اسم ال... الكلمه اللي تعود على كل صوره ما يدير هنا في هذه الصفحه ما يدير هذه الكلمات جدا مهمه عليك ان تحفظها جميعها بالبيت لا وتكتبها على صدرك لين تجي غالبا اللي هي سبيل ان شاء الله تكتبها سبيل او يعطيك رقم الصوره وانت ايضا بالامتحان جدا مهمه ركز عليها هذا اون بيج 74 على صفحة 74 ماي ديربي وبوس ننتقل إلى بيج صفحة 70 75 اللي هي 75 تمينا ماي ديربي وبوس رايت اكتب ذا ووردز كلمات اندر ذا بيكتشرز تحت الصور هذه يشوفونها ماي ديربي وبوس مطين هذه الكلمات اللي هي بيهايند خلفه نيكست تو بالقرب من ابزت مقابل بتوين بين اثنين فقط هذه كلها موجودة على الصور إذا ما عندك صور يعني نوعا ما تكون عندك الحل ما يدير بيوبلز شوف هنا أول صورة شوفون هذا الستريت شوفون هذا الشارع الأبزت تصير مقابل وجه بوجه وجه بوجه هذه العمارة صاددة على هذه العمارة وهذه العمارة بيانات بيناتهم ستريت شارع ايش راح اقول على هذه الحاله بيهايند نيكست تو أبزت بتوين لا هنا راح اكتب أبزت لان هذه العماره مقابل هذا يعني وجه بوجه اي شيء عندك وجه بوجه راح اقول عليه أبزت مقابل شوف هنا اعطيك القوس هنا هذا مجاور يعني بالقرب من ايش راح خلينا هنا خلينا next تو next تو بالقرب من واحد بصف الله هنا تشوفون هذه السوفه بين هذا العمودين السوفه الموجوده بين عمودين وين صايره صايره بتوين بين اثنين فقط محدد لك فقط اثنين فبتوين بين اثنين فقط راح اكتب هنا بتوين يشوف هذه العمارة وهذه العمارة وأنا مشير لك, مشير لك على هذه العمارة هذه العمارة حصير تصير behind behind خلف خلف هذه العمارة ما يدير بيوبلس تكتب هذه الكلمات وأيضا عليك أن تحفظها لأن very جدا مهمة هنا ما يدير بيوبلس شو بنطيني listen and say which shop اصغي and say وقل which shop أي المحلات ما يدير بس. شوفون هذه إذا أنت رايح لل إلى المدينة شوف هذا كله ستريت وبتقاطع بس هو شو مسوي منطيك مرقم ملونها الشوارع على مود بالحل مالك يصير عندك فيري ايزي بلو ستريت الشارع اللي لونه ازرق ريد right ستريت الشارع اللي لونه احمر جرين ستريت الشارع اللي اخضر هنا يحدد لك اذا انت مثلا رايح وين رايح كلوذس شوب توي شوب رايح فروت اند فيجيتابل ستول رايح للموسك رايح للصيدليه وين موجوده الصيدليه في شارع جرين ستريت وين بالضبط؟ يقول له مقابل سب بالضبط مقابل محل الملابس هنا اجى ما يدير بلو ستريت ايش موجود بلو ستريت؟ شو موجود موجود بارك المنتزه شوفون هذا المنتزه خلف البارك شو موجود عندي موسك؟ هنخلين هنا موسك الجامع مقابل البارك ايش موجود عندي؟ موجود عندي سكول وهذا وين؟ هذا بالبلو ستريت نجي على الريس ستريت الريس ستريت ايش موجود به موجود بي, بي؟ بوتشرز القصاب ايضا ايش موجود هنا؟ موجود محل عندك فروت اند ستول، هذول الاثنين هم موجودات؟ موجودات على الريس ستريت. نروح على جرين ستريت الشارع الاخضر، ايش موجود؟ فيرمسي، بنك، توي شوب، صيدليه، مصرف، محل بيع الالعاب. ايش موجود بيه؟ ايضا بها؟ نعرف يعني نعرف على اتجاهها. هذا كلودس شوب، محل مل... الملابس ايضا موجود بجرين ستريت وموجود عندي شوشوب اجركم محل الاحذيه موجود بجرين ستريت وايضا عندي بيكري المخبز ايضا موجود هنا في هذا الخباز ايضا موجود في هذا بنفس الشارع ما يدير بيوبرس لو تجي هنا يقول لك حدد لي سكول اقول له سكول از ابزت مقابل مقابل وات مقابل البارك سكول سايرن ابزت مقابل البارك نفس هذه الحاله ما يدير بيوبرس لو تجي على الماسك الماسك وين موجود؟ احنا نحكي على الشوارع ثلاثة بلو ريد جرين هذا وين موجود؟ بيهايند ذا بارك راح اقول ذا ماسك از بيهايند بيهايند خلف البارك خلف المنتزه لو اجي هنا على الريد ستريت شارع الاحمر ما يدير بس راح اقول ذا فروت اند فيجيتابل ستول محل بيع الفواكه والخضر از ابوزيت بوتشرز از ابوزيت أبوزيت بوتشرز مقابل القصاب لو تيجي على جرين ستريت راح يسألك وين؟ سألني على الفروت أند فيجيتابل ستول سألني على محل الفواكه والخضر وأني وين؟ آني بالجرين جرين ستريت شو راح أقول له؟ راح أقول له ذا فروت أند فيجيتابل ستول محل بيع الفواكه والخضر إز بيهايند إنه خلفه كلودس شوب أني هنا أني بحاله هنا وسألني على محل بيع الفواكه والخضر راح اقول له is behind انه خلفه كلوز شوب لو سالني على الفيرمسي راح اقول له is opposite انها مقابل كلوز شوب واذا سالني ماي دير بيوبلز قال لي وير از ذا بنك اين المصرف اتس اوبوزيت ذا شو شوب اتس اوبوزيت ذا شو شوب انه مقابل شو شوب محل الملابس ماي دير بيوبلز هذه فيري ايزي كل السنة ماي دير بس ليش لان لي موجود عندك مخطط

انطيني ما يدير بس يقول لي فايند اجد اند رايت واكتب ذا نيمز اسماء اوف ذا شوبز المحلات ما يدير بيوبرز ما يدير بيوبرز وانطيني كلمات الكلمات يا هي ما يدير بيوبرز هذه الكلمات شوفوا ما يدير بيوبرز نفسها بالضبط هاي الكلمات شو مسوي هو جاي مقطع لي اياها يريد منك كونك انت بيوبل كونك تلميذ ان تجمع هذه الكلمات على مود تتقوى وتتعلم ما يدير بولس وترجعها كلمه اصليه هنا شوف حالك اول وحده وانطيني كلمه شوف هنا شخط لك عليها كلمه بيكري شوف مجزأ لك اياها هنا باك باك وهنا كلمه اري فتلفظها راح يختلف عندك اللفظ صارت بيكري بيكري جمعناها خليناها صارت كلمه بيكري بمعنى الخباز ما يدير بيوبس اللي يبيع وين بالمخبز انت هنا ايش راح تسوي ما يدير بيوبس تجي هنا على اول كلمه ايش عندي هنا كلودس شوب شلون مكتوبه افتح الكتاب مالي وافتح الكتاب هنا اجي اتبعها كلودس شوب شوف سي ال او تي اتش اي اس وكلمه شوب شوب وين كلمه كلودس شوب شوف هنا ناخذ لك كلو كلو ذس كلودس شوب كلودس شوب اجي اكتبها هنا clear this shop شوب, شوب. هذه موجودة هنا من راح اكتبها انا ايش راح اسوي؟ راح اشخط عليها ماي ديري بيوبلز حتى اخلص منها ما ظل عندي الكلمه الان اللي اكتبها انتهت بعد ترجع عليها هي كلوذس شوب نعم بالضبط هي مطابقه وياها كلوذس شوب اجعل الكلمه الثانيه اللي هي شنو هي؟ بوتشرز بوتشرز اجعل كلمه بوتشرز وين كلمة بوتشرز؟ هذه شوفها لها بت واحد بت وين التكمله مالتها كلمة بوتشرز كلمة بوتشرز شوف بي يو تي انطيني اني بي يو تي ثلاث حروف الاوليه ظل عندي تشرز تشرز بات تشرز انطيني بي يو تي راح ادور على كلمة تشرز اتش اي ار وين هذه البت؟ اني وجدتها وكلمة تشرز هذه كلمة تشرز فاشخط على كلمه بي يو تي وعلى كلمه تشارلز ما يدير بيوبس واكتبها هنا اكتب كلمه بو تشارلز سي اتش اي ار اس كم اوكي ما يدير بيوبس ترجع للكلمة الثالثة شو شوب موجوده كلها موجوده وعلى كيفك ما يدير بيوبس كلها موجوده هنا اكتب الكلمات هنا كملها ما يدير بيوبس عندي هنا اللي اسفل ما يدير بيوبس نفس الصفحة منطيني لوك انظر اريد اقرا اند رايت واكتب ذا نيمز اوف ذا شوبز اكتب اسماء المحلات هنا منطيني الدليل هنا يريد اسم الشيء موجود عندي هذا شوف بالصور يريد اسماء هاي اسماء موجود مالتها شوف هنا نمبر 1 اسمع المعنى راح اترجم لك اياها ماي دير بيوبلز اسمع المعنى مالها هنا يقول لي تو دو ليست العمل قائمه راح نعمل قائمه نمبر 1 جيت ماني الحصول على النقود فلوس منين نحصل عليها انت هنا راح من كل هين منين راح تحصل على النقود بنك منين من البنك للمصرف المصرف يعني اصلا نحصل على النقود من البنك من المصرف, يعني المصرف. وانا كلمه بنك ما يدير بيوبلز عندي هنا كلمه بنك شوفون هنا ما يدير بيوبلز هذه كلمه بنك اكتبها هنا وانت ورا ما راح تكتبها هنا اوتوماتيكيا راح تطلع يمك ما تتعب راح تكتب هنا بنك get meat for lunch حصول على اللحم لفترة الغداء منين اجيب اللحم منين اشتري اللحم حيطلع عندك هنا وانا كتبتها هنا ماي ديري بيوبلز اللي هي بوتشرز منين اجيبها القصاب تكتب هنا بوتشرز باي بريزنت فور ديما شراء هدية لديما منين اشتري الهدايا منين اشتريها اوتوماتيكيا من توي شوب محل الالعاب buy a cake شراء الكيك فور ديماس بيرث داي بارتي نشتري الكيك لحفلة دينا عيد ميلاد منين نشتري الكيك هاني راح اروح على البيكري على الخباز ما يدري بيومرز لوك ات نيو شوز فور سمر انظر الى تكرمون اجاكم الله الى الاحذيه الصيفيه ما يدير بيوبس منين اشتري الاحذيه؟ الاحذيه منين مشتريها؟ اكتبها هنا ما يدير بيوبس باي فروت شراء الفواكه اند فيجيتابلز والخضره عليك ان تشتري الفواكه والخضره منين تشتريها الفواكه والخضره منين يا محل منين تشتريها ما يدير بيو بولس ما يدير بيو الكلمات من راح تسوي شيء؟ تكتب لي اياهن صور لي اياهن فيديو وارسلهن صورهم فيديو واكتب لي اياهن انت جاي تكتب تصورهم فيديو اريدهن منك ما يدير بيو عن طريق الفيديو ماي ثانك يو فور listening تو مي ماي دير